وهي عبارة عن كده على بعض. في اكزامبل تاني بقى ممكن نعتبره ديسكو او نيو ديسكو او الكترونيك ميوزك، صوته عامل كده. هنشرح برضو الدرامز بتاعته اتعملت ازاي. هنبص بقى على الدرامز دي اتعملت ازاي. الدرامز دي بسيطة بس هي يعني هي بونشي، هي فكرة ان هي مفروض تبقى بونشي، وهي عبارة عن كده على بعض. حاجة لازم تخلي بالك منها ان الدرامز بتحتاج اكسنس، بتحتاج فاريشن كل شوية علشان الصوت يبقى كويس. هنا عملت برضو في حاجة اسمها زي ما قلت برضو في بري شيفتد سنير، بقى مش بري شيفتد كلاب، عادي برضو السنير دي بتنزل مرة او مرة لأ، وبتنزل في ميعاد انا مخليها في ميعاد مختلف عن الاصلي بتاعها اللي هو الجريد بتاعي هنا الوان. هنا انا منزل اصلا السنارية الحقيقية دي منزلها ليت عشان تعمل جروف حلو، ودي منزلها بدري شوية. ودي الميزة ان فيها كذا ترانزينت فهما الاثنين مع بعض. لو خليت الترانزينت متنزلش مع بعض اولا هتساعدك جدا برضو في الميكس والكلام ده كله، هتاخد صوت اقوى واكبر واحلى وجروف احلى، وهتديك هيد روم اكتر لان مش هيحصل سبايك كبيرة في الويف فورم في الاخر تعليلك الصوت يعني غلاسه كده من غير داعي، فاهم؟ غير ان هي ليها يعني مزايا موسيقيه ليها مزايا هندسيه برضو يعني. وهنا في زي ما قلت الكيك كده، الكيك بتنزل على المنعه دي كده، السنير اللي هي ليت شويه، بعد كده مره او مره لا بنزل السنير الثانيه، وبعد كده هنا بنزل حاجه اسمها ريفرس. دي بتبقى كانها ده التيل بتاع سنير معينه، وعمل لها فيد، واخد الفيد ده وبعد كده عامل ريفرس. ريفرس معناه ان انا بعرضها من بالعكس، فبتبتدي بالعكس فبتعمل الصوت ده. طبعا الصوت ده مشهور جدا يعني موجود في كل البرودكشنز عشان تعمل برضو ايه فكرتها ان هي المفروض بتعمل توقع للي جاي. لو شلناها حلو برضو بس كده. وهنا عملت كيكاية تانية، بس الكيكاية دي مختلفة عندي، لأن الكيكاية دي بتخدم دي فصوتها أضعف وأوطى وكل حاجة وخامتها أهدى عشان برضو تعمل فاريشن، لأن أنت برضو مهما كان أنت عايز تاخد جروف. لو أنت عندك دلوقتي دول 5 سامبلز شغالين مع بعض وصوتهم حلو، لو أنت الانيشلز بتاعتك اللي هي الكيك والسنير والكلابس وكده لو صوتها على بعض ما يرقصش وصوتها بانش وجميل وعريض وجميل وكل حاجة من الأول، يبقى عيد من الأول لأن في حاجة غلط. ما تحاولش ما تعتمدش على الإضافات، لازم دول يبقوا جامدين من الأول. وأنا جبت لوب هات معمولة برضو. الهاتس دي بقى ممكن تبقى برضو كومبينيشن ما بين هاتس حقيقية، ممكن تبقى بروسيست. طبعا ده بيبقى سيشن عشان أعمل هاتس زي دي، عشان اقلل هاتس زي دي برضو ممكن نعمل حلقة ازاي نعمل هاتس صوتها مليان قوي وفيها تفاصيل كتيرة وكده. ده بيبقى كله لعبة في الداينامكس ولعبة في زي ما انتم شايفين الهاتس ما بتنزلش برضو بالظبط على الوان، وبيبقى كذا خامة في نفس الوقت. في برضو صوت في زي صوت بركوشن خفيف كده ورا، فبتبقى طبعا انت ممكن تقعد تعمل دي، تقعد مثلا ساعة تعمل في لوب زي دي، وممكن تجيبها جاهزة مش عيب. لو انت هتعمل يعني لو هي تبقى جزء بس بتكمل البيت بتاعك فمفيش مشكلة. بس فمع المزيكا بس، وشوفكم بقى الحلقة الجاية نتكلم في حاجات تانية.